طبيعي جدا أختي العزيزة باش يدين الغنوشي الآن هذه الأحداث، لأنها تزامنت مع عيد الثورة التونسية وتزامنت مع الاحتجاجات اللي صارت مؤخرا في ولاية سليانة وفي عديد من الولايات التونسية ومع إضراب النواب داخل البرلمان. فكل هذا لابد أن يحرك ساكنا، فهو في قراره نفسه ليس مقتنعا تماما أن هذا عنف وأن هذا يجب أن يدان، لأنه لو كان هو عنفا ولو كان يدانا لأدانه منذ البداية، أما الآن فقد جاء متأخرا جدا. والمعنى له أصلا لأنه السؤال الذي يطرح وماذا بعد الإدانة؟ إذا تدين شيئا عليك أن تعاقبه، فهل الغنوشي قادر على معاقبة هؤلاء أم هو مجرد فقط حبر على ورق أنا أدين وانتهى الأمر؟ لأنه هم أولاده وهو أولاد النهضة، ولكن هناك صراع نوعا ما داخل هذا الائتلاف ما بين ائتلاف الكرامه والنهضه، لانه ائتلاف الكرامه كلهم شباب تقريبا، والنهضه كلهم شيوخ، فتصارع ربما اجيال. لكن الغنوشي لو كان صغيرا في السن لكان معهم ولا عنف زملائه معهم، فيعني فقط هو كلام لا معنى له ولا يسمن من جوع. طيب، تطرقت إلى ما بعد هذه الإدانة بالنسبة لحركة النهضة والغنوشي، لكن تعليق الاعتصام من قبل النواب الديمقراطيين داخل البرلمان بعد إجبار الغنوشي على الرضوخ لإرادتها بإصدار بيان يدين العنف أيضا يقودنا إلى تساؤل آخر، هل يعتبر هذا انتصارا لهؤلاء الديمقراطيين، وما السيناريو المتوقع بعده لهم؟ لا يعتبر انتصارا أبدا. إذا كان هم لماذا تم إذن تم تعليق الاعتصام؟ لأنهم لا خيار لهم، لأنهم للأسف الشديد لا خيار لهم إلا أن يفضوا. هل سيظلون في هذا البرد وتوالها طول كل هذه الأشهر معتصمين داخل المجلس؟ هل هذا يعقل؟ لا يمكن. فبد من شيء يعطي لهم نوعا من مشروعية كي يعني يحبسوا هذا الإضراب، لأنه هذا الإضراب معناها يجب أن يتوقف، فكيف عليه أن يتوقف؟ فبكلمة من الغنوشي يمكن أن يتوقف، مجرد كلمة فقط، مجرد كلمة. لكنهم يعلمون أن هذه الإدانة ليست كافية أستاذ خبي. يعلمون، ولكن ليس لديهم للأسف أي خيار آخر. ماذا سيفعلون؟ هل سيقضون عمرهم في إضراب؟ فكلمة من الغنوشي يعني هي حالة من أرادوا أن يعبروا عن غضبهم وعن مأساتهم وعن العنف الذي سلط عليهم، ولكن لمن سيشتكون أمرهم؟ إذا كان هو الغنوشي هو الأب الروحي لمن عنفه، فكيف الأب عندما يتشاجر الصبيان ويضرب صبي آخر، فيأتي الأب للصبي الآخر فيعطي بعضا من الحلوى للآخر لكي يسكت عن البكاء لا أكثر ولا أقل؟ هذا يعني تمثيل تبسيطي جدا للواقع أختي العزيزة. طيب، برأيك سأعود مجددا إلى النقطة نفسها، هل ستسعف هذه الإدانة الغنوشي من موجة الغضب ضده وضد حركة النهضة والمطالبات بإقالة الغنوشي، سيما أن كثرت الفوضى داخل البرلمان التونسي؟ بالنسبة للفوضى، إن الفوضى في البرلمان وخارج البرلمان وفي كل وهذه الأيام تونس تشهد احتجاجات كبيرة، لكن أختي العزيزة ليس الغنوشي هو الهدف، فالهدف هو والمشاكل الاجتماعية اللي يعيشها المواطن التونسي، الهدف هو الفقر، الهدف هو الظلم. فالغنوشي أصبح من المنظومة وأصبح من السيستم، وأصبح يعني شيئا يعني كما تقول هناك العالم تقول الغنوشي، أخي الغنوشي أصبح شيئا عاديا في تونس. السنوات الأولى من الثورة كان ربما ممكن، لكن الآن أصبحنا بعض من السياسيين الذين يعني يواصلون معنا صراع منذ الثمانينات على الإخوان المسلمين يواصلون الآن هذا الحديث، لكن في حقيقة الواقع لا معنى له، ليس له معنى كثير على أرض الواقع، لأن الشعب التونسي خارج اللعبة تماما. الشعب لديه مشاكل أخرى لا يتحدث عنها أغلب السياسيين التونسيين. طبعا سأكتفي منك بهذا القدر. ضيفي الأستاذ خبيب الرياحي، ناشط سياسي وأمين عام حزب تونس بيتنا، حدثنا مباشرة من باريس.